مرحبا بكم جديد. إذن في ولد ليقتل بالنسبة لليوم، وصلنا مع الاف بي اي الأمريكي في أواخر عام 1999 إلقاء القبض على دافيد بول براون، الاسم الرسمي والحقيقي متاع واحد كان في بالهم الأول اسمه ناتانييل، قبل ما يكتشفوا أنه اسم بدله بعد ما خرج من الحبس. أعليش دخل الحبس؟ عد تغلط، برشا مشاكل خليته يدخل الحبس، منها حوادث متاع ضرب، منها حوادث متاع اغتصاب في حق أولاد صغار. هذاك علاش كان من الصعب على الشرطة أنها توصل له في الفترة الأخيرة، اسمه مبدل، كل ما يوقفوه ولا يثبتوا معاه يلقاو اسمه ما عنده حتى علاقة بأصحاب السوابق العدلية. هو زعم اللي اختطف زاك المختفي توا من سنين. الشرطة قاعدة تفركس في وسط داره، في وسط الجراج اللي عنده في داره، وكل مرة تلقى اكتشاف. وأكبر اكتشاف والأكثر غرابة واللي يفجع الأكثر هو القائمة متاع الصغار، ثم القائمة متاع الأطباق الخاصة اللي حضر فيها دافيد. مش تكتشف الشرطة أنه في وسط الجراج بعد ما قاموا بعمليات الحفر فما هياكل عظمية متاع أولاد صغار، فما هياكل عظمية فيها حتى اللي فيه العظم باين مضروب بسكينة، كأن واحد نحل الحم منه. الحم اللي باش يكتشف في الأطباق اللي كان يحضر فيها دافيد ويذوق منها في أهل الحومة متاعه، وكان كريما جدا ويذوقهم بصفة مستمرة ومتواصلة. طلع يوكل فيهم في الحم متاع البشر. الشرطة باش تلقى مجموعة من الجثث اللي باش تصير عليها عمليات الأديان، مجموعة أخرى ما هيشي باش تلقاها، ما هيشي باش تفهم شنو اللي صار فيها. دافيد عمره ما باش يعترف بأي حاجة في علاقة بهذه الجثث اللي تم العثور عليها عنده. كيفاش كان يعمل بالضبط؟ باش تتمكن الشرطة من تحديد طريقة الخدمة متاعو، أنه قرر أنه في عمر معين وقت يوصل للثلاثين من عمره تقريبا، قرر أنه باش يشري زي متاع بوليسية، وباستعمال الكهرباء متاعو باش يقوم باستدراج الصغار. وكل مرة نفس الشيء، يحوم حول المدارس، يستدرج صغار، يطلعوا معاه في الكهرباء، يختفيوا عن الوجود من بعد. من الأول مش تكون الحكاية اختطاف ويسيبهم، إلى أن يقرر في وقت من الأوقات أنه كيف يخطف واحد يلزمه ما عادش يخليه يشوف الضوء. عديدة هي القضايا التي باش يكون موجود فيها دافيد وباش يتهم فيها، وباش تبدأ ترجع الشرطة للسنوات التالي. شوف معايا من وقتاش بدأت هذه القضايا. باش تبدأ تحديدا من السيد هذا، باش تبدأ من جويليا 64، طفلة عمرها 5 سنين، هي أول واحدة باش يقوم بخطفها مؤقتا قبل ما يسيبها. جونفي 1970، طفل عمره 6 سنين باش يقوم باغتصابه. 26 جويليا 73، اختفاء جانيس كاترين بوكيت، باش تقعد مختفية. 23 اوت 73، جيمس تيتا عمره 15 سنة باش يتم اغتصابه وباش يتقتل مخنوق. عاش في 1974 ماري باترون عمرها 10 سنين
باش يختطفها ويختصبها. مارس 75 ريشار أوك كونير باش يتم اختصابه بعد اختطافه وباش يخنقه ولكنه باش ينجو. 24 سبتمبر 77 ثلاثة أولاد باش يتم اختطافهم ولكن سيتم إنقاذهم. و 6 فيفري 96 زاك رمساي اللي اعتبر ميت رسميا في 2001. أم زاك رمساي، وهذه من الحاجات الغريبة في هذه القضية، مش باش تصدق رواية أنه السيد هذا اختف قتل وكلاه ولدها، بل بالعكس باش تطالب وتدافع عليه وتطالب بالإفراج عليه، وتعتبر كما رواية راجت وقتها في أمريكا أن ولدها سافر لإيطاليا وأنه قاعد يعيش في إيطاليا. المثير في قضيتنا لليوم أن السيد المتهم الرئيسي فيها عمره ما هو باش يعترف باللي عمله، باش يقعد يدافع حتى يومه الأخير على براءته. دافيد اللي باش يتحكم في 2002 ب 130 سنة سجن. إلى حدود وفاته باش يقعد يعتبر أنه ما عنده حتى علاقة باختفاء زاك. وفاته اللي باش تكون بسبب السمنة اللي يعاني منها، واللي باش يتوفى نتيجتها في 13 أفريل 2008. أما هل ولد دافيد براون ليقتل؟ الحقيقة اللي نعرفوها أنه كانت عنده تصرفات غريبة نجم قولوها من غير حتى تحفظ منذ كان صغير، واللي كان الأغرب عدم رد الفعل من قبل عائلته. هو في عائلة من أب وأم وأب، دونك عائلة عادية، أصغر واحد في إخواته، أبوه ميكانيكي. ومن الحاجات اللي كانت غريبة وهو كان صغير أنه كان في السنوات الأولى من عمره كان ينتش الحم نتاعه وينتش حتى يديه وسوابعه، ثم من بعد كي تولي تنزل كلها بالدم يمص الدم. كان هذا من الحاجات التي تثير الانتباه في طفل صغير، أثارت انتباه الناس كل إلى عائلته. أم وبوه لم تثر كثيرا الانتباه متاعهم. سوف تتكرر من بعد الحوادث الغريبة اللي باش يتم نسبتها لهذا الطفل الصغير. باش تبدأ حوادث من ناحية العنف، استعمال العنف ضد عدد من الصغار اللي يقرأوا معاه، باش يوصل حتى يتحاكم وهو صغير، لأنه في يوم من الأيام طلب جماعة أصحابه مازال أدوليسون مازال مراهق زوز صغار باش يطلبهم يقول لهم يعطيوه فلوس ما كانش راو باش يعمل لهم ويعمل لهم، باش يخلي لهم جواب، مش باش يطلبهم بالمعنى التليفون، باش يخلي لهم جواب فيه نوع من التهديد، جواب اللي باش تلقاه أم الأولاد وباش تشكي به بناء على ذلك. ولكن عائلته ما كانتش عندها حتى ردة فعل في ذلك. كل هذه التصرفات باش تخلي الكثيرين يعتبروا أنه عائلته من المسؤولين على التحول اللي صار عند دافيد براون. عائلته اللي عمرها ما لقات أنه مهم أنه يمشي يشوف طبيب نفساني، ربما الطبيب النفساني كان ينجم يصلح بعض الأمور وقت اللي كان صغير، ثم بعد ذلك المجتمع، لأنه دافيد براون تحكم عليه أكثر من مرة كما قلنا قبل ما يتحول إلى قاتل متسلسل، تحكم عليه أكثر من مرة، وبعد معاينات الأطباء النفسانيين كان في كل مرة تقريبا يتحكم عليه بعقوبة سجنية ومعها ضرورة أنه يتم متابعته من طبيب نفسي. ولكن نقطة الاستفهام الكبيرة أنه كان كل مرة يعدي العقوبة ويتبعه طبيب النفسي، ثم بعد ذلك تقصار العقوبة ويخرج من السجن ويعود لنفس الممارسات. ربما مع دافيد براون باش تكتشف العدالة وباش يكتشف العالم أنه فما ناس أحياناً
ما عادش عندهم الإمكانية أنهم يعيشوا في مجتمع. أحياناً فما ناس ربما يلزم يقعدوا يتعالجوا كامل حياتهم، وربما يشكلوا خطر على المجتمع كامل حياتهم. وانتي شو رأيك في دافيد براون؟ هل ولد ليقتل؟ شكراً على حسن المتابعة، إلى اللقاء.